يوم أمس مبنى الوزارة بعد أن كسروا البوابة واعتلوا مبنى الوزارة ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج، واليوم كرروا نفس المشهد ودخلوا إلى مبنى الوزارة وهم يطلقون النار بكثافة بشكل عشوائي. هل الأمر إلى تطور البوابة؟ هل الأمر يتعلق بمستحقات مالية حقا عبد الله، أم أن الأمر ليس واضحا السبب؟ لأنه بالأمس قيل أن هؤلاء كانوا يريدون أن يتم توظيفهم في الوزارة. أنا شاهدت صور محمد لمجندين ما عليها نريد العلاوات التي وعدتمونا بها. يعني هناك بالفعل مطالب حقوقية، لكن يبدو أنها استغلت من قبل المسلحين القبليين، وتم تصعيد الموقف على الشأن الذي تطور بشكل دراماتيكي إلى اشتباكات قتل فيها وأصيب أكثر ما لا يقل عن 12 شخصا. هناك تأكيد من مراقبين ومصادر مقربة من قيادة الوزارة بأن جهة ما تقف خلف تلك الأحداث وتحاول إرباك وزير الداخلية، وهذا المشهد كما يقول المصدر يتكرر في وزارة المالية وفي وزارة الإعلام وفي وزارة حقوق الإنسان وفي وزارة الكهرباء. هذه الوزارات تتبع القيادات من يعني من الوزارات المحسوبة على اللقاء المشترك أي معارضي الرئيس السابق، لكن إلى أي مدى هذا ما ينفيه معارض؟ إلى أي مدى يقف الأمر عند حدود الوزارات التي ذكرتها عبد الله؟ لأن أيضا هناك من تحدث عن أن حتى موقف الرئيس نفسه يبدو هشا وسط هكذا أحداث، لأن هيبة الدولة يتم ضربها عندما يتم اقتحام وزارة الداخلية أكثر من مرة. بالفعل هذا بالفعل هو ما حدث وما دفع وزارة الداخلية اليوم للتدخل عبر حراسات الوزارة، ومعظم الضحايا كما تقول مصادر وزارة الداخلية هم من حراس الوزارة الذين تصدوا لذلك الهجوم الذي كرر لليوم الثاني على التوالي. إنما الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق تبدو بالفعل مضطرة للتعامل مع هذه الإرباكات الأمنية التي تتكرر في أكثر من وزارة كما أشرت، خاصة في الوزارات التي تتبع اللقاء المشترك. أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح ينفون الاتهامات الموجهة إليهم بهذا الخصوص، ويحاولون دائما أن يظهروا حكومة الوفاق الوطني بمظهر الفاشلة والعاجزة. وما يحدث هو فعلا يتكرر في أكثر من وزارة، لكن أيضا لا يمكن أن ننسى بالفعل أن هناك مطالب حقوقية تبدو عادلة لبعض الموظفين في أكثر من وزارة وفي أكثر من مؤسسة حكومية. إنما بات من الواضح أن أطرافا ما تحاول توظيف تلك المطالب الحقوقية الصادقة بتطويرها إلى صراع يهدف لتصفية حسابات سياسية. شكرا جزيلا عبد الله غراب.